أسعد الله مساكم بكل خير، يا رب تكونوا بأفضل حال. متواجد بدبي مارينا مع هذه الإطلالة الجميلة، وإن شاء الله اليوم رح أغطي تحديثات مشروعين، مشروع إعمار شورز ومشروع كافالي تاور من دمات للتطوير العقاري. خلينا نبدأ التغطية. مشروعنا الأول لليوم، وزي ما ذكرت في بداية الفيديو، هو مشروع إعمار شورز في منطقة دبي مارينا، وبطبيعة الحال للمطور العقاري إعمار. وزي ما هو ظاهر أمامكم في الشاشة، في شهر 7/2022 كنت متواجد بنفس هذا المكان بالضبط، وكان مرحلة إبداء اهتمام في هذا المشروع. طبعا ما شاء الله هذا المشروع تم بيعه تقريبا خلال يومين أو ثلاثة بالكتير. المشروع هو كان عبارة عن 52 طابق، مكون من غرفة وصالة إلى 4 غرف وصالة، بالإضافة إلى بنت هاوس في الطابق الأخير مكون من 5 غرف وصالة. طبعا زي ما أنتم شايفين أمامكم الحفارات موجودة وأعمال البناء بدأت، علما أنه يحق للمطور البدء بأعمال البناء بعد 6 أشهر من أول بيعة في المشروع. فهذه التحديثات وهذه الإطلالة الرائعة اللي بتمتع فيها المشروع. أما مشروعنا الثاني لليوم فهو كافالي تاور من دماك في منطقة المارينا. طبعا زي ما ظاهر أمامكم في الشاشة، قبل تقريبا 9 أشهر كنت في هذا المبنى مارينا أركيد وصورت أرض مشروع كافالي، وخلينا نقرب ونشوف التحديثات على أرض الواقع، علما أني سابقا ذكرت أنه هذا المشروع أنا لم أسوق له ولكن طلب مني من عدة عملاء. خلينا نقرب ونشوف مع بعض. هذه تحديثات البناء، ربما يكون الصوت مش واضح بالنسبة لكم، ولكن هم في مرحلة الأساسات. المشروع عبارة عن 70 طابق من غرفة إلى 3 غرف، وإن شاء الله أكون دقيق في المعلومات بحكم زي ما قلت لكم أنا ما سوقت لهذا المشروع. الجميل في هذا المشروع الإطلالات، طبعا خلف هذه مجموعة من الفنادق، خلفها إطلالة بحرية وعلى نخلة الجميرك أيضا، والإطلالات من الجهة الثانية على الميديا سيتي. ومع هذه الإطلالة الجميلة في دبي ميديا سيتي بتكون انتهت تغطيتنا لتحديثات مشروعين، مشروع إعمار شورز ومشروع كافالي تاور في منطقة المارينا، ونراكم إن شاء الله بتغطيات قادمة.